بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله 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 موجود قبل خلق الزمان والمكان، وهو الآن على ما عليه كان. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، في كل شيء لك آية يا الله تدل على أنك واحد. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. الحمد لله بفضله ومنه، الله سبحانه وتعالى أكرمني بالخلوة لمدة يومان، الأحد والاثنين، على يد شيخي محمد فوز الكركري جزاه الله عني كل خير. دخلت الخلوة بنية الصيام، طبعا صمت الأحد والاثنين مستقبل القبلة، والجو كان مظلم في الغرفة، وقمت أذكر اسم الله العظيم كثيرا مرارا وتكرارا، حتى الله سبحانه وتعالى قم تأتي لي يعني حلقات، سبحان الله، حلقات عظيمة تأتي إلي وتنفتق، ثم كذلك حلقات في عدف اليوم الأول، ورأيت بعض من أو مشاهد من الأرض، وكذلك في اليوم الثاني قمت أذكر اسم الله العظيم، وتأتي لي حلقات تأتي إلى أمامي، وكذلك تغوص وتأتي هكذا. فسبحان الله موقف عجيب. فالله عز وجل طوى لي السماوات والأرض، فقمت يعني أغوص وأسبح في ملكوت الله سبحانه وتعالى، ورأيت من الآيات والعجائب والأسرار في كون الله ما يبهر العقل. الذي درسناه في المدرسة غير، والذي شاهدته شيء عجيب حقيقة، آيات دالة على عظمة الله وعلى سبحان الله يعني إبداعه جل جلاله وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. فبعد ذلك رأيت يعني فضاء مظلم وبه نجوم قريبة مني، وسبحان الله رأيت الأنوار. فسبحان الله هذه الخلوة أضافت لي معرفة ومحبة لله سبحانه وتعالى وتعظيم. لذلك يا إخواني سارعوا إلى المجيء إلى سيدي الشيخ، ولكي يعطيكم البيعة والنور، ثم إذا اجتهدتوا بإذن الله سيكرمكم بالخلوة مثل ما حدث لي. وهذه الخلوة ما ليست لأي أحد، هذا بفضل من الله سبحانه وتعالى وكرم منه سبحانه وتعالى. هذا وصلى الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله سبحانه وتعالى أن يجعلني من العارفين به، وأن يجعلني من الخواص له سبحانه وتعالى، إنه قادر على ذلك. أنا أتيت لهذا لأجل الله عز وجل، لمعرفته، وأن أكون من العارفين به، وأن أكون من الخواص، ولم أأتي لشيء من غرض الدنيا، حاشا وكلا. فأكرمنا الله سبحانه وتعالى بمعرفته، وبهرني بعظيم صنعه وقدرته وعظمته. يا الله لك الحمد، يا الله لك الشكر، يا الله لك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يفوق حمد الحامدين، وشكرا يفوق شكر الشاكرين، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا الله يا الله يا الله يا عظيم. فلذلك يا إخواني تعالوا إلى سيدي الشيخ، تعالوا تعرفوا على الله أكثر وأكثر حتى تشوفوا الحقيقة أمام عيونكم كما شفتها. فصلى الله أن يوفقكم، وصلى الله أن يثبتني على ذلك. هذا وسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني ويوفقكم للمجيء إلى الشيخ. وهذا وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم جازي شيخي محمد فوز الكركري خير الجزاء، اللهم أكرمه دنيا وآخرة يا رب العالمين، اللهم كما أكرمني فأكرمه يا الله، وزده من واسع فضلك ورحمتك وجودك وكرمك، وبارك في أولاده وأهله وماله، وبارك في والده، وبارك في أخوانه
إخوانه، وبارك في الفقراء يا رب العالمين، وزد من واسع فضلك ورحمتك وجودك وكرمك. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأخوكم ومحبكم في الله أبو عبد القادر العامري من سلطنة عمان، أرض المحبة والسلام.